ما حكم الذين يقولون لا يجوز الدعاء لولي الأمر على المنابر يوم الجمعة؟ هذول الخوارج الذين يقولون لا يجوز الدعاء لولي الأمر، هذول خوارج. هذه صفة الخوارج كما ذكر السلف، يقولون إذا رأيت الرجل لا يدعو للإمام فاتهمه في دينه، لأن هذه صفة الخوارج. الدعاء لولي الأمر مطلوب لأن صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، فيدعى له بالصلاح ويدعى له بالتوفيق والهداية، لأن هذا دعاء للمسلمين، والمسلم يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدعاء لولاة الأمور بالصلاح والهداية هذا من النصيحة لولي الأمر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان عندي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للمسلمين.